طيب نروح لريال مدريد، يمكن يعني عنوان كده، بيريز رئيس ريال مدريد محبط بسبب صفقة ديفيد ألابا. طبعا من ممكن العنوان دوت يكون خادع شوية، لأن بيريز طبعا محبط بشأن صفقة ديفيد ألابا، طبعا المنتقل من بايرن ميونخ. الحقيقة تقارير أسبانية بتقول إن رئيس النادي المدريدي بيقول إن أنا اتأخرت جدا في قدوم هذا اللاعب المتألق، رغم يعني ريال مدريد كان بيحاول مع بايرن ميونخ يعني إنه يجيبوا هذا اللاعب في السنوات الماضية، لكن تألق ديفيد ألابا مع طبعا بشكل أكثر من رائع مع ريال مدريد منذ انضمامه للموسم دوت، وكان بيلعب طبعا يعني من سنين طويلة زي ما بقول لحضرتك كان بيلعب في البايرن. لكن بيريز طبعا رئيس نادي ريال مدريد بيقول يا ريتني كنت جبته من بدري، لأن هذا اللاعب يتفوق ويتألق بشدة مع صفوف الريال. نجح الموسم طبعا اللي فات، يعني عارفين ان طبعا ديفيد ألابا طبعا القائد النمساوي وطبعا احد اللاعبين المميزين في مستوى العالم على مركز الباك الشمال والسنتر باك، طبعا نهايه عقده مع البايرن، ويتوصل طبعا اخيرا بالتعاقد مع ريال مدريد.